عسلامة بسيت، كيفكم؟ I'm so happy إنه إحنا finally قاعدين هكا نتواصل ببعضنا ونعمل في برشة فيديوهات بتاع عرفتوا إني نقعد ونحكي معكم ديركت وما نجاوب على الأسئلة وكل. دونك في الفيديو ذا حبيت نحكي على حاجة أنتم ما طلبتوهاش مني، ما أنا لاحظتها وحسيت راح نحب نعمل على فيديو اللي شنو موجود اللي في ألمانيا والمش موجود في تونس، اللي شنو الحاجة اللي بالحق أنا نحسها من داخل تقلقني نوعا ما، اللي نقول الزحة علاش ما عندناش حاجة ذيك في تونس الزحة، عرفتوا كان نوعا ما إنه احنا نورمال مو تكون عندنا الحاجه دي، فهمتم؟ دونك نبدا بالحاجه الاولانيه اللي هي الامانه والامان. الحقيقه حاجه بالحق تحير، عرفت واش معنى تحير؟ الليفل نتاع الامان اللي عندهم اول حاجه معناها الحمد لله يا ربي، يعني فما بيت بتت تكون عندهم دي زيكسبيريونس اخرين نتاع سرقه ولا حاجه، بيان سور ينجم هذا يصير خاطر ماشي بلاصه بارفيت والجنه ولا اللي هو، مي اذا كنت قارن نقولوا احنا الفريكونس نتاع الحاجات اللي في المانيا والفريكونس نتاع الحاجات اللي في تونس، يعني باش تلقى فرق كبير، يعني عرفتوا؟ يعني في تونس بريس ما كل يوم لازم يصير براكاج، كل يوم لازم تصير عراك وضرب ومضروب ومعنى مشاكل بريس كل يوم، يعني عرفتوا؟ كمثلا كي نبدا وقت اللي كنت عايشه في تونس، يعني العبد انا شخصيا نخرج من الفويه انا وصاحباتي نمشوا مثلا لاي بلاصه نبدا، عرفتوا؟ كمشني متاكده اسكو تنرجع لباس واللي هزتها معايا ترجع معايا ولا لا ولا تنسرق. والحقيقه الحاجه دي ياسر تخلي العبد يحس بعدم الاطمئنان، عدم الراحه، عدم الهكل ثقة لحتى عبد، عرفت؟ ولي ما عادش توثق في حتى عبد، من حتى عبد على خاطر فريمون من كثر ما تقرا اخبار وحاجات نتاع تحيل وحاجات نتاع كذب وكل، تولي حتى كي تشوف عبد مستحق ترجع لك قصه نتاع عبد اخر صارت للناس الحكايه وعدوها عليه ودرا شنو عملوا له. دونك فريمون حاجه ياسر خايبه على الاخر انه نكونوا احنا بالثقافه اللي عندنا بالموروث الثقافي بالدين اللي عندنا اللي يوصينا بالحاجات هذوما اللي هم يعملوا فيها لهنا، اللي هم مش مهزوا فيها من الدين، يعني اما احنا نورمالمون نتعلموا من الدين بتاعنا، نتعلموا من جدودنا، نتعلموا من ثقافتنا، من الى اخره الى اخره. مالوروزمون خاصه الجينيراسيون تاعنا نتاع التو، يعني جيل الجون، عرفتوا؟ يعني بالحق شيء يحزن نوعا ما. لهنا الحق فما امان على الاخر، ديجا انا نبدا نحير، عرفتوا؟ مثلا يبدا عبد هز التليفون نتاعه، عرفتوا؟ يبدا تليفون معناه تليفون مضخم باين وكل، يبدو حاطين هكا سيكان على جنبه ولا محطوط هكا تليفون، يا اخي نقول يا ربي حني يا اخي ما يخافوش ان التليفون يتسرق هكا يتهز، يعني فاسيل مو يتهز. وبعد نبدا نشوف نحس يعني اولريدي تحس الناس الكل عندها، حتى العبيد اللي سوا ديزون دي زيتوديون ولا يجوا يخدموا شويه على رواحهم، الناس الكل عندها. هذه النقطه اللي تانا نرجعوا لها من بعد، مي انه حتى ولو فما حالات نتاع سرقه بيان سور، اما مش كيف ما هكا لي كاميرات سيرفيونس في البلايص الكل، معناها حتى الوسائل نتاع النقل هذه زاد حكايه اخرى باش نرجعوا لها، توصلت للبلايص الكل وفما امان. يعني انا بالحق المترو نتاع تونس يعني رعب ازرق الحق، معناها عشت فيه برشا حاجه خايبه وشفت فيه برشا حاجه خايبه تصير للعباد، نحس روحي عرفتوا في بلاصه الشدة في ربي، يعني عرفتوا كبالحق انت اليوم محظوظ ما صارت لكش حاجه، ما راهوش نجم تصير لك، يعني عرفتوا كربي يسترنا ويحمينا الناس الكل، اما بالحق شيء يعني كبير شيء كبير في تونس. المهم حاجه اخرى، مثلا ريتو يحطوا البشهم البر، يبدو مثلا باش يدخلوا الحانوت يشرو حاجه وكل، يخلوا مثلا قضيتهم البرة ولا يخلوا ذريتهم البرة يدخلوا باش يشرو ولا، عرفتوا؟ كنحس يا اخي عادي مخلين نسبيستكم البرة ولا، عرفتوا؟ كتحسوا هكا الناس الكل مطمنين لبعضهم وما فماش هكا نوعا ما الخوف من العبد الاخر ولا اوفر بروتكشن لروحك خاطر العبد الاخر نجم يهز لك حاجه ولا يسرق لك حاجه ولا اللي هو. دونك اي وود ساي صح عليهم على الاخر انهم عايشين هكا. ربي سامحوني راهو عندي حشرات عاشقيني، مش معابديني، عاشقيني عشق ازرق. ساعه فما كعبه نهار كل تجيني نضربها هكا، نضرب الموستيكير نعمل فشفاشه وهي شيء فهمتش. المهم ثاني حاجه اللي هي انه الناس الكل كيف كيف، واللي هي الحاجه انا اللي حمد عليها ربي على البلاد هذيا، واللي هي الحاجه اللي احنا نورمالمون تكون عندنا، اما احنا بيان سور عكس ذلك كومبليتمون. بالحق كي تتفرج على العبيد وتشوف تحس ما فهمش كم تاع انا ولد شكون، وما فهمش التفخفيخ الفارغ اللي موجود يعني في تونس، وما فهمش شكل عرفتو كالنفخه الزايده ولا انا راني ولد فلان وولد فلتين وبابا يخدم ومي تخدم وما نعرفش شنو ما نعرفش شنو، ما فهمش شيء هذاك. بالحق تحس روحك الناس الكل سواسيه، تحس ما فهمش واحد خير منك
وهما ما يحسوكش خير منهم، خاطر الناس الكل عايشين، الناس الكل لاباس مستورين يعني، وكل تحب معناها على فلوس وكذا. انا حتى العباد اللي يبدو يساسوا نحس ما عندكمش الحق تساسوا يعني، عرفتوا تو في تونس بالحق تغيظني حالات بارش عباد انه يبدو واصلين النيفو نتاع حتى النيفو نتاع قرايه نورمالمون يعني ابسط الحاجات انها هي تلقى خدمه يصرف بها على عائلتها ما فهمش، دونك يتلز انه هي عمل حاجات مثلا ما اقل من النيفو نتاعها، ولا يتلز حتى العباد يساسوا ويقدوا وكذا وكذا. مي لهنا يا خويا انت جون هنا قاعد حاطط لي بنص دبوزه وعطوني وعطوني ما نعطيكش يعني، عرفتوا اي وود راذر اني نعطي لتونس العباد اللي في تونس خاطرهم بالحق مظلومين، اما انتم مشكم مستحقين ماك، حتى كان انتم مثلا فقراء بالحق والحال، اما ثم خدم نجم تخدم يعني، يعني انا معناها اصغر منك وعندي نيفو في كل شيء وكل، ومشيت خدمت ونظفت وغسلت المعون وتمرمدت وكل باش تنجم تعمل فلوس، اما ما تبدا انت قاعد ونعطيك فلوس لا يعني، عرفتك تحس العبيد ما همش مظلومين يعني، انت ظالم روحك ما دام قاعد هكاك ما تعرف حد شيء نهار كامل، انت ظالم روحك، خدمه موجوده فهمتوا. دونك تحسوا الناس الكل كيفيف، الاوبورتونيتيز موجودين، الناس الكل ما مش يحكر على عباد ومش يحكر على عباد اخرين، مش يحكر على عباد اخرين. ما تحسش روحك تمشي الاداره تبدا هكا عرفتوا مذلول شوي نتاع زعما تتريق الامور زعما اش نعمل زعما اش نعمل، تحس روحك يتعاملوا معاك عرفتوا كم ما يشوفوا فيك حد شيء كان انك انت انسان معناها فهمتوا، كما فهمش انت ماشي هكا منفوخ شوي خطر عندك كتاف وعندك ما نعرفش شكون، لا يعني انت انسان، حتى كان انت مش مواطن الماني، حتى كان انت مثلا نقولوا ايتوديون مهاجر ما نعرفش شنو، تعامل كيف ما تتعاملوا معاك الالمانيين الاخرين، ما تحسش انه بالنسبه للراسيزم العباد اللي باش تسال انا ما حسيتش بالراسيزم خلاص، بتتريت نجم تصير فازت راكم مش كنت تجوا تتولوا يعني مش تحس بحتى حاجه يعني، اكيد حتى كان مش معاملين او بالعاني ما انت تنجم تتحسس منها على خاطرك سبحان الله في بلاد مش بلادك مع عباد مش مع عبادك كذا كذا كذا، دونك نجم تصير فازت عاديين اما ما تعدلش عليهم برشا فهمتوا يعني موفون، حتى كان صاروا معاكم حاجات كيف منك هو العبد في تونس يعني في بلاده يمشي من ولايه لولايه يحس درا كيفاش يعني التصرفات نتاع العباد ولا خضره العباد ولا ما نعرفش عليهم كيفاش يسمعوا يحكي بلهجه اخرى ولا فازة درا كيفاش يتعاملوا معاه، هنا مثلا لا ما فهمش الفازة دي عرفتوا، كتبدا للممتعك مكسر وحالتك تكرب ومش فاهمين منك حتى كلمه، مي يور تريتد ويل يور فيري ريسبكتد وكل، دونك الحمد لله يعني. واي ويش ان نوصل للنيفو متحضر اكثر شويه يعني كيما اللي قاعدين نشوفوا فيه هنا. الحاجه الاخرى اللي باش نقول لكم عليها هي انه الناس اني ما فهمتش منين يجوني، ما فهمتش منين يجوني. تعرفوا واش معناها كل ليله عندي الشيبه، كل ليله ليترلي لازمني نعيش الشيبه والفجعه دي، مرات نبدا قاعده في الفريش ونسمع تف تف تلف كان نلقى حاجه قاعده تطير بحدايا، نقوم نتنطر هكا وتشنع الدنيا. المره اللي فاتت طحت فما فرفطت ولا كيفاش، انا فشفشت عليه وهو جاي نجري نجري يا اخي، درت انا باش نجري يا اخي رجلي تعكلت يا اخي، بقيت نجري نجري باش نطيح طحت في دار في بيت زهره عرفتوا على الفاليزه هكا نتاعها وحال. المهم ما فهمتش علاش يجوني يا ولادي برا، امشوا بيت زهره تموت عليكم تحبكم ما تشوفكمش اصلا ما تعبركم يعني ما عنديش حتى مشكله مع الحشرات، يجوني كان لي انا تعبت. المهم جايز دوك الحاجه الاخرانيه اللي باش نحكي لكم عليها اللي هي انه الناس الكل كيما قلت لكم كل شيء الاوبورتونيتيز الكل متوفرين للناس الكل، وما فهمش شكل معناها بالخدمه دي ما توصلش بالخدمه دي ما تاكلش، فما المينيموم الانساني الطبيعي لاي عبد مهما كانت خدمتك تنجم تشري ماكلتك وتشري مواد التنظيف نتاعك وتشري ما نعرف شنو ما نعرف شنو مستلزماتك او الاحتياجات نتاعك البيزك موجوده لاي نوع نتاع خدمه، معناها انت انسان خدمت الخدمه دي ولا خدمت الخدمه دي راكم الزوز باش تكون عندكم نفس المينيموم، ما فهمش مثلا انت تنجم تاكل مثلا المينيموم اكثر مني ولا حاجه، مي اذا كان انت فريمون تحب نيفو ما خير وتحب توصل ما خير تنجم تخدم اكثر تنجم تقرا اكثر، opportunities موجودين تنجم تدخل الجامعه تعمل ديجري اخرى يعني يقرا، احنا معنا عباد اخرين مثلا واصلين 40 سنه 45 سنه فما شكون يعملوا دكتوراه وبدل الدومين نتاعها وما نعرف شنو، دونك الفرصه موجوده تنجم تخدم وتقرا او ميم طون، سبورت موجود يعني والناس الكل الاحتياجات نتاعها ملبيه يعني نوعا ما، ما فماش العابد يحس روحه خاطرني انا نخدم في الخدمه دي ما عنديش اناف ولا حاجه، تحب تولي عندك اناف راك مش مظلوم تنجم تخدم اكثر والا تقرا اكثر توصل ديجري اكثر تهز فرص اكثر
دونك يا حبيت نفسر لكم النقطه دي للعباد اللي عرفت انه معنا متخوفه تقول لك يا اخي في المانيا فما هكا يا اخي في المانيا فما هكا راهو هاو شنو فما حسم ولا حتى بيان سور راهي ماشي بلاصه بارفيت وفيها كل شيء كامل اكيد فما برشا حاجات مثلا مش باهين برشا حاجات تلاحظهم انت مش كيما في بلادك فما برشا حاجات تشوفها انت غلطه اكيد جدا مي هذوما الحاجات اللي طالبينهم العباد الانسان العادي يعني طالب انه ياكل طالب انه تكون انه يكون نظيف انه يكون عنده مأوى يعيش فيه انه يقرا قرايه يعني نيفو سما وانه يتفرهد حتى الترفيه ميسالش نحين مهم هذوما متلبيين يعني عرفتوا دونك حبيت نوصلكم الفكره دي بخلاف الترانسبور اللي هي نعمه كبيره برشا ديجا نحير عرفتك قبل في تونس مثلا نقول نحب نشري كهرباء باش نتا نحس روحي ما نحبش نشري كهرباء يعني يا اخي اماي كريزي اني نشري كهرباء ونصرف عليها يعني عرفتوا اسيورونس وكذا ويعني بنزين وكل بيان سور نحب نشري كهرباء يعني اي وود لايك اني تكون عندي كهرباء مي مشي نيد كبير برشا حاسه روحي حابسه بالعكس شبيني انا اليوم نعرفش نحكي بالعكس تحس راحك انت في البابليك ترانسبور خير من العبد اللي يسوق في كهرباء واحد هكا يسوق هو في كهرباء في وسط يصرف عليها في الاسيورونس في الليسانس واحد في سيركولاسيون وانت قاعد هكا في ترانك وشاد التليفون وتوصل البلاصه اللي حاجتك بها يعني ترانسبور يوصلك للنقاط الكل نتاع البلايص اللي انت عايش فيها يعني فريمون يعطيهم الصحه على الشيء اللي وصلوا بلادهم ليه انه مثلا هما برشا بلايص نبدا متعديه منها نشوف يقول لك هذه التصويره نتاع نفس البلاصه اللي انت فيها في الحرب العالميه يعني الثانيه هاو كيفاش كانت موجوده بلايص خراب تراب ما فيها حتى شيء صحراء يعني مهدمه مخروبه تحس توا بالخدمه نتاعهم وبالامانه نتاعهم وبالصدق نتاعهم وصلوا بلادهم ليفل يعني فريمون يعطيهم الصحه دونك جايز اي هوب اني عطيتكم فكره صغيره وفيها شويه تفاؤل بوتيتر للعباد اللي قاعده تفكر انها تجي مثلا وخايفه يعني نوعا ما ات هابنز ان شاء الله الفيديو تكون عجبتكم وما تنسوش انكم تكتبوا لي في سجستشنز اي حاجه تحسوا رواحكم تحبوني نحكي لكم عليها نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باي.